وين الحنة ويني وبدي حن ايدي أبو خالد. يعني عم نشوف جزء من العرس التقليدي، أحد عناصر العرس التقليدي اللي حكينا عنه قبل شوي. العرس التقليدي التراثي. تراثي. أبو خالد، أول شيء أنت شو دورك بالعرس التقليدي التراثي؟ أنا دوري بالتنشيد العروس. نعم. وبالغنانة تبع زفة العريس والعروس. وبالغنانة اللي بعد شوي كمان عتسمعوهن للعروس خاصة، إلى وصفات إلى للعروس لحالها. لأنه اللي بنقولهن للعريس غير اللي بنقولهن للعروس. الجو اللي بنعيش فيه العروس واللي بنشد له فيه بيكون جو فيه من الحنان وجو من العاطفة وجو من التأثير. للرجل شو؟ الرجل بنعطيه لو من الكرامة من الرجولة. شو دليلة واحد يحن العريس؟ ليه بيحنوا العريس؟ أصبع العريس؟ الحنة عادة علامة فرح، لأنه ساعة اللي كانت الناس بالأول ملتهية بعملها وملتهية بشغلها، كل شهرين ثلاث أشهر الواحد ما يشوف الثاني، كان من ساعة اللي سلم عليه ويطلع بإيده يلاقي عليه حنة يقول له كنت بفرح مين؟ الحنة علامة الفرح، بحطوها للفرح، يقول له أنت كنت بعرس مين؟ يعرفوا كان بعرس من خلال الحنة الموجودة على إيده. يعني كان يحنوا العروس والعريس والمعازيم كمان. والمعازيم كل الناس اللي تحب مثل هلا الحنة، نقول لهم تفضلوا، مين بحب يتحنى؟ ندور الحنة على الكل، اللي بحب يتحنى يقيم هو ويحنى حاله. حنينا العريس. نعم. والمرحلة الثانية شو بتصير؟ هلا المرحلة الثانية بدنا نحن العروس. العروس، العروس موجودة، أم العروس موجودة، أخت العروس موجودة، ليه صار في لباس بدوي هلا؟ ليه هو اللباس البدوي؟ إيه، لباس البدوي لباس تراث. لأنه بتلاحظ أستاذ مالك البدلة البيضة بأي مناسبة بتشوفه وبأي عرس بتشوفه وبأي منطقة بتشوفه، إنما لبس هذا اللي بتشوفه هذه لبس التراثي العربي الأصيل ما بتشوفه إلا اللي بيكون بعرس تراثي. هالشي اللي عم نشوفه هلأ ببيت العروس أو ببيت العريس بصير؟ هودي حنة العريس والعروس بصيروا عند العروس. عند العروس. إحنا جبنا عريسنا. نعم. ليش؟ جبناه ليقول ريح حنة عروستي. أها. أخت العروس حدي، أخت العروس راوية، مساء الخير راوية. ومبروك للعروس، مبروك لأختك. شو رأيك؟ شو رأيك راوية ببعض العادات والتقاليد اللي بعدها موجودة لليوم؟ يعني حبيتي أختك باللباس البدوي؟ هلأ هي ما تنعف فيه، بس أنت؟ أنا لا، ما بحب ألبس عباية. ما بتحب؟ لكن إذا أنت بدي يكون عرسك بدي يكون عرس تقليدي أو بدي يكون عرس هلأ عصري؟ بالنسبة لي بحب العصري أكثر، بس لأنه نحن ببعلبك. نعم، بتحب العرس العصري قلتيلي. أه.
يا ابو خالد راويه ما بتحب التقاليد، شو بنعمل بهيك وضع ببعلبك؟ ايه لاقول لك شو بنعمل؟ ايه لاقول لك يا استاذ مالك، العرس التقليدي حتى ما مشان ان هلا بيشتدوا على فرج الناس انه لابسه لبس بالداوي، اي عروس عندنا ببعلبك تنعمل عروس عم بتلبس هذا اللبس وحطها بنطلعها على الجمل وبنعمل لها زفه دار من دار الحي. بس اليوم يا ابو خالد في يمكن شباب بالعصر الحالي بيقول لك احنا ما بدنا نتجوز بعرس تقليدي، شو بكون موقفكم ببعلبك؟ انا عم بحكي عن لون البعلبكة، انا في كثير شباب راوية من بعلبك اخطر العروس قالت لك انا ما بدي اتجوز عرس تقليدي لانها ما بتحب البداوه. انتقلنا من حنه العريس، هلا شو بصير؟ هلا بدنا نحن العروس نعم، وناخذ عريسنا على مشهد ثاني هو مشهد الحلاقه، بنحلق له وبنحممه وبنلبسه وبنرجع بنجيبه بزيت ثاني، رح نشوفه عم بيحلق وعم بيتحمم وبزيت ثاني الليله. هلا شو بصير مع العروس؟ هلا بدنا نحن العروس وناخذ عريسنا ونفل. يلا يلا يسعد مساك يا اللي لابس الصايا يا معدبي يا مهذبي يا مربايا ردي علينا المساء ريتك مهنايا. Thank you.
واذا بعد اول ليله اللي صار فيها حنه العروس وحنه العريس وانخطف العريس ونام عن اصحابه، ثاني نهار اللي هو نهار العرس صار في حلاقه وحمام العريس، وبعد التحضيرات صار وقت العرس. استقبلوا معي لما استقبلوا معي العروس. لما بدك العريس او خلص؟ طبعا بدي. عملنا العرس، خلصنا العرس. بدك شيء؟ ايه طبعا. صرنا 3 أشهر عم نشتغل وعم نحضر لهالحلقه ولهالعرس. وهون ايضا بدي اشكر فرقه المجلب على البكيه اللي صرنا فعلا 3 أشهر عم نحضر معها. عم نحضر وبدنا نلحق تتجوزوا قبل ما نصور الحلقه. بدك العريس؟ طبعا. بستقبله أنا أو بتستقبلي أنت؟ مثل ما بدك. استقبله مع العريس. والف مبروك لمصطفى وللما. خلصنا نهار الثاني، شفنا كيفيت العريس، صار العرس. شو بعد في عادات؟ في عاده بتقول بعد ليله الدخله ثاني نهار الصبح بدي انا روح على بيت عمي واحكي معهم انه الله يبارك فيكم على هيك تربايه والله يخليكم وامدح فيهم على تربايه بنتهم. شو قصدك؟ شو الرسالة اللي عم توصلها للأهل يعني؟ إنه عم وصلهم رسالة إنه بنت ونعم من هيك التربية. أنت عم بتنشد لها قبل شوي، قلت لها يا مؤدبة يا مهذبة يا مربية. بالضبط. أنت بتمسك بهالعادة؟ أنت أكيد. كشاب بتمسك بهالعادة؟ أكيد. في ناس بتعتبرها هيدي إهانة للمرأة نطلع نحكي اليوم بالقرن 21، نطلع نحكي بهالأمور اليوم عند المرأة. عادتنا البعلبكية إنه مثل ما عم اقول لك مادح للعروس انه خلص وصلت الرساله اللي بدي يا مصطفى من خلال المادح. يا مصطفى هلا صرتوا عرسين ومبروك وان شاء الله بتتهنوا واحتفلنا فيكم اليوم بالخط العريض بهالحلقه عن العادات والتقاليد. نحكي فيها عن كل عادات والتقاليد. عندي سؤال محرج وبدي لما ما تزعل. يا مصطفى اعتبر انت شاب حبيت صبيه غير لما حبيتها كثير، وانت عارف انه الصبيه اللي انت بتحبها حبت قبلك بس حبت حبت. هلا كيف تفهم انت حبت شخص قبلك وكان في علاقه بينه وبينه بالماضي؟ دقيقه. اذا حبت اذا غلطانه ايه فعاداتي انه ما بتسمح لي انه يا مصطفى خلينا نحكي معك. اذا حبيتها
وفعلا حبيتها وحبتها، كنت مبسوط معها وهي مبسوطة معك. مظبوط. قلبك أو عاداتك؟ عاداتك. سؤال يا مصطفى، تعارف تقليدي، زواج تقليدي، هل كمان حياة زوجية تقليدية وأدوار للمرأة والرجل تقليدية رح تكون؟ زوجتك لازم تخاف منك، زوجتك لازم تسمع كلمتك، زوجتك لازم تبقى بالبيت، زوجتك لازم إذا أنت إلك حق، إذا هي ما سمعت كلمتك تمد إيدك مثلا. لا 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 لا, لا. عم بسألك، هيدول ضمن القصص اللي العالم بقوله، هيدول عادات وتقاليد كمان ونحن بعدنا فيهم. لا أنا ماني أخذها لحتى أضربها أو هينة أو مد إيدي عليها. في شيء اسمه تفاهم، هي بدها تسمع كلمتي وأنا بسمع كلمتها ورأيها. هيدي حلوة بالخط العريض، تحية له. يعني بدها تكون الآراء متواعدة ومتفاهمين مع بعضنا، ما في أنا إجي مد إيدي عليها، بنت عالم هي وناس بالنهاية، ماني جايبة أنا لهينة أو أزربها ببيتها ممنوع تطلع، لا إلى حريتها، طب تطلع وبتفوت وما بدها. يعني بالخلاصة في عادات منفتخر فيها وفي عادات منقل ليه لازم تنتهي وتصير من الماضي. بالضبط.